اليوم شرفنا بزيارة جامعة الكفيل. بصراحة يعني شفنا ما يبهر. شفنا أول مرة التقينا سيد رئيس الجامعة ومررنا على أماكن إلى أن وصلنا الآن إلى كلية الطب، فشفنا المختبرات اللي بيها، فشي يعني يفرح. بصراحة أني خريج جامعة ساسكس بريطانيا يعني، فدا أشوف أنه المختبرات والبناية والتصاميم والبيئة يعني كأنه نموذج أرقى من النموذج البريطاني، كأنه يعني اللي دا أشوفه أني. أنا خريج هناك 5 سنوات بجامعة ساسكس وأخذت الدكتوراه من هناك وعايشت المختبرات مالتهم وشفت المختبرات وهذا صحهم ونظام متكامل، وهذا أيضا شفت هنا أنه نظام متكامل. بس أنا من أميزه، بس قد يكون واحد يقول لا وين النظام ذاك وين تتبه، بس أنا من أميز على إمكانيات العراق أنه تكون به جامعة وهيج نظام وهيج مختبرات. واللي شفته به يعني بصراحة أبهرني، باعتبار أنا أستاذ بالجامعة المستنصرية وأعرف مختبرات، وأعرف المختبرات الحكومية وحتى المختبرات الجامعات الأهلية هم نعرف إمكانيتها، لأن جامعة الكفيل هي بدأت من الصفر بهكذا مستوى يعني عندها إمكانية. أولا أنا أعتقد أنه حسب ما استنتج لنا، أولا أنه جامعة الكفيل ما حسبت بفائدة مالية لذلك هكذا صار. بعض الجامعات ما أنا ما أرد أذم الجامعات، بس اللي أعرفه أنه بعض الجامعات أول ما يفكر بالمردود المالي إله، ما يفكر أنه المختبر هذا إذا المختبر يكلفه كلفة مادية كل شوي فيبتعد عن هذه الكلفة المادية. المهم يسوي مختبر على قد أنه يمشي طلابه، مختبر هذا كالجامعات الحكومية. لكنه جامعة الكفيل ما أظن أنه تفكر بالمردود المادي بقد ما تريد تطينا التنمية، يعني شغل بنك بشري تعطينا مواد. يعني هسه مثل هذه كلية الطب، انا اتوقع انه الدكتور اللي يتخرج منها عنده المعلومات الكافيه انه يكون دكتور فعلا، طبيب فعلا يعني، وكذلك كلية الصيدلة وكذلك كليات الباقيه. انا اتمنى لها انه كل الخير وكل التوفيق، متمثله بالاستاذ الدكتور رئيس الجامعه لاستقباله، اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الديمومه، واتمنى انه جامعه كفيل تكون نحو الاعلى واعلى والتفوق الدائم ان شاء الله. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.